سريعه الحركه، يعني هناك سماع لجوي انفجار كبير من الجيش ربما قبل قليل سيد احمد، تنسحب في اتجاهات وتعيد تنظيم نفسها ثم تعود مره اخرى. يعني سمع لي ربما دوي انفجار انتشار في بعض المناطق. سيد النور اذا سمحت، قبل قليل كان هناك دوي انفجار ربما ضخم امامنا في الصوره، ايضا تبدو الدخان ايضا في الصور المباشره التي تابعناها قبل قليل. هذه الصور من العاصمه السودانيه الخرطوم. سنحاول يعني التأكد من الموقع يعني تحديدا، إذا هو في محيط نعم مقر القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم. إذا دوي انفجارات كبيرة في محيط مقر القيادة العامة بالخرطوم. كنا قد تابعنا قبل قليل الجيش السوداني نشر فيديو بالقرب أو من داخل طبعا مقر القيادة العامة من أمام يعني البوابة، بوابة القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، القيادة العامة للقوات المسلحة. طبعا كما ذكرنا دوي انفجارات كبيرة، انفجار ضخم قبل قليل تابعناه وإياكم على الهواء مباشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.